صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار ما خاب والله من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء. رعى الله أيام الحسين وآله فما الصبح صبح دون شمس جماله تحن إليه طيبة باشتياقها كجرف فرات جف ماء زلاله. لقد بان عنها فالديار بندبة متى جمعة تأتي بعهد وصاله. هنا يا فاطم الصغرى بكبرى همومها يا لها مدمع الفتى الصفا بانهماله حرام بشرع الهجر سهو جفون وأنفاسها لا تغتفر في حلالي يا تمنيت غدا الركب جد رحيله
ألا ليت سارت في ركاب رحاله وتسأل أين النور والعطف والندى فيقهرها رجع الصدى بسؤاله أيا فاطم النوحي ففي طف كربلاء أيا فاطم النوحي ففي طف كربلاء أبوك سليب في هجير رماله. شبيه الحسين على جسمه خيالة الكفر أنزلت مصابا يتيه العقل عند خياله. إيش سوت؟ وإذ وطأته الأعوجيات كسرت أضالع ذاك الصدر تحت نباله. أيوا حسينا وإذ وطأته الأعوجيات كسرت أضالع ذاك الصدر تحت نباله أيا فاطم رأس الحسين على القناة أيا فاطم يا رأس الحسين على القناة. شي سوي يا فاطم رأس الحسين على القناة وينظر نحو الشام سبي عياله يرى قربه رأس الرضيع كأنه يرى يا قربه رأس الرضيع كأنه هلال رماه السام قبل كماله قبل كماله فإذا أوى في الأرض ضمته أمه فيؤلمها شمر بشد حباله أولي على العليل قال سمعت ردها الهوزات أمها وفرشة دار أبوها ودار عمها سمعان قالوا الحسين رجع سمعت رد أبوها أوزال أمها وفرشة دار أبوها ودار عمها وظلت تنتظر جيت زلمها وجابت معد عبد الله مقلب الحنين شو تسوي هاي مشتاقه لابوها تعدل بالمهاي
والعين عالباب تتنطر ترد جمعة الغياب. اي والله يرد حسين ابو كل الاصحاب وعمتها الحنينة اخت الحسين. شلي صار وهبها الحال لنزينا بإجتها ضمت بنت أخوها أو قبلتها لا جن العليلة معرفتها تقل لها يا حرة انتي منين انتي منين. قالت يا بنتي يا عيوني شوكلكم بعد ما تعرفوني انا عدبي على خوت ضيعوني. عجيب يا زينب. انا عدبي على خوت ضيعوني قومي وياي نتلقى النساوين. طلعت وياها تتلقى النساوين قعدت على الباب قالت انا لقعيد على درب الضعون وناشد اليرحون ويجون كل من له غياب يلفون وانا غايب باللحد مدفون. اي وانا غايب باللحايا باللحايا مدفون. الامر والمرجع لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. كان الحديث يدور حول السؤال الذي يقول لماذا هذا الاستعراض النسبي في زيارة الإمام الحسين عليه السلام؟ فأجبنا من خلال ثلاثة أبعاد. البعد الأول التذكير بنسب الإمام الحسين عليه السلام الذي يستحيل على هكذا نسبين أن يصدر منهم ما يخالف الشرع أو يلقي بالتهلكة أو ما شابه ذلك. ثم بينا البعد الثاني وهو البعد الرسالي، وتحدثنا فيه عن رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله ورسالة أمير المؤمنين والزهراء عليها السلام. ثم انتقلنا إلى البعد الثالث والذي كان يتحدث عن
البعد التربوي لهؤلاء الثلاثة وأثرهم على الإمام الحسين عليه السلام، وخلصنا إلى نتيجة أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه مؤدب بأدب الله تعالى على يد رسول الله. في هذه الليلة نكمل ما تبقى من البحث، وهو الحديث أولاً عن البعد التراجيدي لهذه الأسماء الثلاثة ووجودها في حياة الإمام الحسين عليه السلام. بمقدمة بسيطة، استحضرنا حينما نقوم بالزيارة: السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السؤال الأول: هل يمكن أن نتعامل مع هذه الشخصيات بمعاملة المادة كما نتعامل مع بعضنا البعض؟ يعني هسه على سبيل المثال، واحد يفقد لأب ويبكي عليه يوم يومين ثلاثة عشرة، وتمر على ذكراه سنة سنتين ثلاث، ثم لن يبكي على والده، فيتعامل معه، هذا سنة الحياة، والله أخذ أمانته ورحل عن هذه الدنيا. وربما في بعض الحالات يشعر بفقد الأب ويشعر مثلا بألم وكذا، بس ينتهي هذا الأمر. لماذا هذه الأسماء التي حينما نذكرها ونذكر مصائبها يكون أثرها أكثر من أقرب المقربين إلينا؟ هل هناك سر في ذلك؟ لماذا هؤلاء هذه الأسماء تتحدى الزمان والمكان وتتحدى كل الظروف وكل الأوضاع التي مر بها الزمان؟ ما هو السر في ذلك حتى نعرف ما معنى البعد التراجيدي الموجود في هذه الأسماء الشريفة؟ أولاً، لا يمكن التعامل والتعاطي مع النبي صلى الله عليه وآله بمعاملة المادة كما نتعامل مع بعضنا البعض، لأن النبي صلى الله عليه وآله هو يمثل العقيدة، يمثل القرآن، يمثل الإسلام، يمثل النظرية، يمثل الأحكام الشرعية. فما ممكن أن نتعامل مع رسول الله تلك المعاملة لأنه موجود في وجداننا وفي ضميرنا وفي مشاعرنا عقيدة وانتماء وشريعة، إحنا قاعدين نطبق أحكام النبي صلى الله عليه وآله، لذلك ما ممكن أن نتعامل معه هذه المعاملة، فنعتبره موجوداً ما دام الإسلام موجوداً، ما دام القرآن باقياً، ما دام الإسلام حاضراً، فرسول الله صلى الله عليه وآله حاضر، كذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، إنسانيته، عدالته الباقية، ودروسه التي أعطاها ليس فقط إلى المسلمين بل لكل الإنسانيين ولكل رجل يبحث عن العدالة وينشدها، سيجد أن أمير المؤمنين عليه السلام حاضر في كل موقف إنساني، في كل موقف يتراءى فيه العدل حقيقة ينظر إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فهو كرمز موجود وحاضر يتخطى الزمان والمكان. كذلك هي الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، عفتها، طهارتها، أمومتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، حجيتها على الأئمة عليهم السلام، فما دامت الإمامة باقية والنبوة باقية، الزهراء صلوات الله وسلامه عليه أيضا باقية. بعد هذا البيان نقول إحنا هؤلاء لهم وجود معنوي، وجود ملكوتي، ولهم أيضا وجود في داخلنا. الآن لو جرى على ولدهم الحسين عليه السلام كما جرى في كربلاء،
من قاتل وذابح وحرق إلى الخيام وسبي إلى النساء ورض الأجساد بالخيول. ما الذي يعطي هذه القضية عمقا أكبر في مصيبتها وفي عظمتها وفي فاجعتها؟ هو أن الذي صار للحسين عليه السلام إنما صار لرسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة. لما تسأل نفسك أنت أي صدر داسته الخيل؟ هل فقط هو صدر الحسين عليه السلام أم داست صدر رسول الله وأمير المؤمنين والزهراء؟ لذلك واحدة من الكلمات اللي نسمعها حينما نقرأ المقاتل، الإمام الحسين عليه السلام يستثمر هذا الأمر، يقول لهم: أيها الناس انسبوني من أنا وانظروا لأنفسكم، هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمي؟ أليس رسول الله جدي؟ أليس أمير المؤمنين أبي؟ أليست فاطمة الزهراء أمي؟ رعاية إلى هذا النسب، رعاية إلى هذه المقامات، الذي يزيد الفاجعة فجيعة كبرى أن الفاجعة تمس الزهراء وأمير المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وآله، ومع ذلك القوم ما رعوا للحسين ذرة واحدة من الكرامة ولا من القرابة لرسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك كلما مر الزمان تجددت المصيبة. العمق التراجيدي يعني الحزن الموجود في قضية الإمام الحسين عليه السلام هو واحد من أسبابه نسبه رسول الله وكذلك أمير المؤمنين وفاطمة عليها السلام. هذا الأمر الأول، البعد الأول. نجي للبعد الثاني. لو كان الحسين عليه السلام من عالم المادة لفنى الحسين وانتهى، إنما هو من عالم الملكوت الذي لا يفنى. تعال نقرأ بعض النصوص لنكتشف أن هذا الإنسان فعلاً لا يمكن أن نطبق عليه نظرية الزمان والمكان أبداً. شلون؟ في زيارة الإمام الصادق عليه السلام يقول: أشهد أن دمك سكن الخلد واقشعرت له أظلة العرش. هل العرش مادي لو معنوي؟ وإذا كان ماديا فهذا يلزم منه إشكال، وهو أن يكون له طول وعرض وعمق وهيئة ومادة. والحال أننا على العرش استوى، راح نحدد بعد ذلك، ندخل في إشكالات توحيدية كثيرة، لذلك لا يمكن أن نقول أن العرش أمر مادي إلا أن يكون معنويا، بمعنى كناية عن قدرة الله تبارك وتعالى. فدم الحسين عليه السلام سكن واقشعرت له أظلة العرش، يعني أظلة قدرة الله تبارك وتعالى. فالحسين صلوات الله وسلامه عليه وصل من العظمة في هذا العالم ما لا يستطيع الزمان والمكان أن يخفي له أثرا واحدا، أثر واحد ما يقدر يخفي من الإمام الحسين عليه السلام، أعظم من الأمويين والعباسيين الذين كان دأبهم إخفاء ذكر الحسين عليه السلام ولم يستطيعوا. تعال اقرأ زيارة عاشوراء، شو يقول فيها الإمام عليه السلام؟ قال: مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. شنو معنى ذلك؟ في الإسلام
الإسلام بس بزمن النبي صلى الله عليه وآله؟ لو الإسلام إلى أن تفنى الدنيا، ما دام الإسلام باقيا فمصيبة الحسين مرتبطة بالإسلام ارتباط وثيق. الإمام الحسين من قال: يزيد فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله، حفظ الدين وحفظ الإسلام وبقي ببركات الحسين عليه السلام. بعد شهادة الإمام الحسين بسنتين وشيء أو ثلاث سنوات، سنة 64 إلى الهجرة، في سنة واحدة يزيد يهتك حرم رسول الله ويبيح المدينة 3 أيام لجيشه، قتلوا وانتهكوا وفعلوا ما فعلوا، وثم ضرب الكعبة بالمنجنيق. فما دام الإسلام باقيا إنما بقي بفضل الإمام الحسين عليه السلام، لذلك مصيبته لا بد أن تكون مرتبطة بالإسلام والمسلمين، ولكل مسلم عليه أن يبكي على الحسين صلوات الله وسلامه. رزية ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض، كل السماوات. سبحان الله رب السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن وما بينهن، هاي كلها شوف اللي نقراها احنا في الدعاء، هذه كلها تبكي على الإمام الحسين. ما بقيت السماوات والأرض، بقي قضية الحسين باقية. زين، الأمر الثالث، شنو معنى الوتر الموتور؟ الوتر شنو؟ يقولون أن الوتر هو الفرد المتفرد بالجمال. خليني أعطيك مثال. في صلاة الليل نصلي 8 ركعات، هاي نوافل الليل، وبعد الثمان النوافل نصلي شنو؟ ركعتي الشفع. وبعد الشفع نصلي ماذا؟ ليش سميت بالوتر؟ مو لأجل أنها واحدة فقط. الوتر لما نقول فلان وتر في زمانه، يعني شنو؟ يعني واحد متفرد فيما هو فيه. أحسنت. لذلك صلاة الوتر هي فرد تزين المؤمن بهاء وتجعل في وجهه نورا وتلألؤا. هاي الركعة اللي بوحدها، تعال شوف شنو فيها حتى نعرف شنو التميز وليش سميت بالوتر. مو لأجل أنها واحدة، أكو أشياء كثيرة في الوجود هي واحدة لكن لا يطلق عليها. الآن هي هاي الصلاة تقرأ الفاتحة وتقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، وتقرأ سورة الناس وسورة الفلق. بعدين من تقنت شوف عظمة هذا القنوت. أول أمر تعلمك الاستغفار 70 مرة: أستغفر الله وأتوب إليه. هاي من خصائص هاي الصلاة، فيها استغفار، وبعد الاستغفار اعتراف. هذا مقام العائذ بك من النار. وبعدها الدعاء للمؤمنين،
من دعا من قدم في دعائه 40 دعاء لأربعين مؤمنا بما مضمون الحديث قضى الله حاجته. وهاي الصلاة تعلمنا أن ندعو إلى المؤمنين في ظهر الغيب، وكلما دعوت لإخوانك المؤمنين أعطاك الله ضعف ما دعوت له. فمو كل واحد يسمى هو فرد يسمى بالوتر إلا إذا كان متفردا، تفردت هذه الصلاة الواحدة ذات الركعة الواحدة عن كل الصلوات بأثرها المادي والمعنوي. زين، تريد الدنيا صلي صلاة الليل، إذا تريد الدنيا تريد مال تريد جاه تريد كل شيء صلي صلاة الليل، تريد الآخرة صلي صلاة الليل. باختصار هي مفتاح الفيوضات الإلهية للدنيا وللآخرة، لذلك سميت بمن؟ بالوتر. زين، هذا كل مثال تقريبي حتى نعرف أن الإمام الحسين ليش سمي بالوتر، لتفرده بالجمال. أي جمال؟ الحسين صلوات الله وسلامه عليه مظهر جمال الله في الأرض. اللي يريد أن يتعرف على جلال الله وجماله، وجه الحسين انعكاس لجمال الله وجلاله. لذلك تختلف الأمور حينما نتحدث عن الإمام الحسين عليه السلام، وحالة عجيبة اللي يتأمل في الإمام الحسين ويذوب فيه يصل إلى معاني راقية. زين، أرباب السير والمقاتل ينقلون أن أحد قتلة الإمام الحسين عليه السلام له مقالة يتحدث عن هذا الجمال، يقول: خرجت بين الصفين وجئت إلى الحسين عليه السلام وكان مضمخا بدمه، فوقفت عليه وأنه يجود بنفسه، فوالله ما رأيت قتيلا قط مضمخا بدمه أحسن منه ولا أنور وجها، ولقد شغلني نور وجهه وجمال هيئته عن الفكرة في قتله. هذا عدو. وحميد ابن مسلم إلى رواية يذكروها أيضا في كتب السير، قال: ما رأينا مكسورا قط، قد قتل ولده وأهل بيته أربط جأشا من الحسين، فما كانت المصيبة تزيده إلا نورا وتلألؤا. فهو جمال الله في الأرض، لذلك سمي وترا. عادة إذا ذكر الجمال يتحدثون عن جمال يوسف، ويوسف لم يدرك الحسين ليرى كيف أن جمال الله وجلاله انعكس في الحسين عليه السلام، هذا الإمام العظيم. زين، نجي إلى الأمر الأخير. قلنا الموتور من هو؟ الموتور الذي قتل وقتلت عياله. وتر هو واحد
وله ثأر. زين، شنو معنى يا ثار الله؟ كيف صار الحسين ثار الله؟ يعني الله سبحانه وتعالى هو المتبني للثأر، مو الإمام الحسين قتل مظلوما، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه. زين، شو يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما سئل عن هذا السؤال، ليش الإمام الحسين صار ثار الله؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: سمعت أبي يقول، الإمام الباقر عليه السلام، لما التقى الحسين عليه السلام وعمر بن سعد وقامت الحرب، أنزل الله تعالى النصر حتى رفرف على رأس الحسين عليه السلام، ثم خير بين النصر على أعدائه وبين لقاء الله فاختار لقاء الله. هذا اللي نقول احنا ضحى بكل شيء يقدر ينتصر، يرفع شيبة إلى السماء يفني القوم كله، يقدر ينتصر، لكن الدين شلون؟ الرسالة شلون؟ الإسلام شلون؟ شلون يستقيم؟ إلا بدمه الطاهر، وهذه قمة الإخلاص والتفاني. جيب لي واحد مثل الإمام الحسين عليه السلام اللي بيطلع من حرم جد وطنه، أنت تقدر تقعد تقدر تبقى، لكن في بقائك هتك لحرمة رسول الله. فيطلع يجي يودع قبر رسول الله، وخلص من قبر النبي وإجا إلى قبر الزهراء عليها السلام، لكن شلون ودعها؟ قال: ودع أمي بدمع جاري وقلب ينبض بالحزين، جيت أزورك وامشي قلها المصرع وظلت تول. عجيب. سمع صوت من القبور خانق صواب الضلع، مو غريب ولا جن قوى من البواجي ينسمع. شو تقول له؟ يا غريب امك يا بعد التهل دمعي ويا الدمع، مودع الله مودع الله بكل خطوة نشغة تسحن ضلوعي سحن. يا ابني سلم لعلك في الزينب وراعي العلم، قل يا شرع الأدب لو صاب والعين بسهم، وقطع وجفوفك وراسك بالعمد يا ابني انهشم. اسمع: يما قل له يما لا يعتذر، قل له بالخجل لا يمتحن. أبا عبد الله قالت: روح يبرى لك ونيني يا بطول اللي ينسحي،
حسين يا عين الله عينك باكر بدم تنطبق يما من تنزف جبهتك يا ابني من تنزف جبهتك يعني بيتك يحترق يا ابني عشر خيول فوقك تطحن ضلوعك طحن يا ابني بالرماح يا ابني لو بالرماح وبالسيوف نكسوك عن جوادك يا ابن قلبي هناك تلقاني ويا ابوك متربين الروس ننحب سوى ويا جدك واخوك جروحك الفو 900 عمت عين من الطعن هناك تلقاني على ضلعي ايدي واعثر من تصيح شو تصيح وحق جدي ضامي وانت بصفك الماي وجريح يعين زينب الله يما من تشوف انك ذبيح اش حال بنتك من تشوف الخيل ما خلت حضن شلون تحضن ابوها اش حال بنتك من تشوف الخيل ما خلت حضن ودعها جاء إلى قبر أخيه ودع جاء إلى أبي الفضل العباس رفع راسه ونده يا صاحب الباس قوم بساع طلع اختك يا عباس خل نضعن قبل ما تسمع الناس وعلينا يا ابن ابويا الخلق تلتم اجى الحوراء زينب صاحت يا هلا بجيتك يا عباس يا راعي الزاد يا صاحب النوماس أشوفك بالدرع معلم وبالطاس وأشوف أنك بجيتك هاي مهتم ناداها وعليه شبح أنا نريد السفر يختم من المدينة أخونا أهل العراق مكاتبين وليهم مع السفر اليوم عزم قالت اسمعني خويا صاعت يا ضو عيوني ودليلي يا ابو فاضل يا خويا قعد احجيلي يا هم نطلع وياكم كفيلي وباري محملي وبي يتوزم دقيد على صدره وصاح يا اختي قوم بشيمتي وطلعي ببختي انا خيك لفديلك رقبتي من يدناك وبجف المحتم يوم الذي راعي الشيم انواي شدر طبلة عد زينب مبتسم عباس بس هذا صوتك قال لها يا مهجت علي قومي نروح إيه مأجور قالت يا خويا يا هو الذي قال لها عيناك بشيري أنا الذي قالت لنعمني وكفو بوجودك الممشي
كل ساعة عباسي ونزل محمل صد للحسين وناشد شنه نزل فلما تعرف الذل واليسر فطنت على العز اردك يا عباس تحضر يوم طلعت وليحدي وليحدي سايق خوا يا يا قالت ترك عين ترك عين وحق اللي لجل خدري ترك عين ترك عين قمت وعظام كل جسمي ترك عين أشاور ناقتي بهدا ترك عين على جسم حسين لو تمشين بيه على جسم حسين لو تمشين بيه